لا انا مش هزيدك من الشعر بيت، انا عايزك تشوف التقرير عشان بس تبقى شايف بعينك. تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتم وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، أقام قطاع الحماية المجتمعية نهائي مسابقة كرة القدم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والتي تنافس فيها عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور وفد من الحقوقيين والرياضيين والإعلاميين. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، حيث تم تسليم الفائزين الكؤوس والميداليات والجوائز لتحفيزهم لمزيد من العمل على تقويم السلوكيات. أنا فخور جدا أنا موجود هنا النهاردة في مركز إصلاح والتأهيل، شفنا حاجة الحقيقة ما شفتهاش في حياتي، يعني مستوى معيشي للناس كبير جدا، مستوى رائع جدا، اهتمام بالرياضة، اهتمام بأنشطة كتير جدا جدا جدا. فأنا مبسوط إن أنت بتحاول تطلع النزيل تشغل له يومه بحاجات إن كان رياضية أو في ثقافية أو في صناعية أو في زراعية، فدي حاجة كويسة جدا إنك دايما تخلي النزيل يطلع من عندك عنده إن كان موهبة ينميها في حاجة تانية أو عنده مورد رزق بعد كده يخشه من خلال إن هو يتعلم حاجة هنا. إنسان بيتعامل بمنتهى الإنسانية، دي حقيقة، ده واقع عشناه هنا عندكم في وادي النطرون، في ما بقتش حتى سجن، ده بقى فعلا إصلاحية لتعديل سلوك الإنسان اللي خرج على النص، الإنسان اللي بيتقال في المجتمع إن هو أجرم في حق المجتمع. عقب انتهاء المنافسات الرياضية قام الوفد بجولة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على مرافقه المتنوعة وما يقدم من خدمات ورعاية للنزلاء وسبل الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة، حيث تعد مراكز الإصلاح والتأهيل نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. أنا اتفاجئت صراحة، يعني اتفاجئت باللي أنا شفته النهاردة في المركز، شفت صرح كبير جدا صراحة، يعني أنا لو ما شفتش بعناية عمري ما كنت أصدق ولا كنت أتخيل، لكن أنا شفت بعناية إن قد إيه كل حاجة موجودة بالنسبة هنقول للنزيل، مش للسجين، للنزيل، وده الاسم اللي إحنا بنتمناه في الفترة الجاية، إن هم إخواتنا وقرايبنا وأصحابنا اتحطوا في مواقف إن هم بقوا موجودين في مكان، لكن إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول باللي أنا شايفه، إن شاء الله يخرجوا أحسن من الأول ويخرجوا ما نشوفهمش هنا تاني إن شاء الله. سعداء النهاردة بالزيارة وسعداء النهاردة بالتطور الكبير اللي إحنا شفناه داخل مركز الإصلاح والتأهيل، الفرق الكبير ما بين القديم وما بين الجديد، الصورة لازم تتنقل للناس، يعني فعلا فعلا الوضع فعلا يستحق إن إحنا نقول إن هو وضع فعلا يليق، حتى لو واحد مسجون لو كان كده بس بيلاقي يعني معاملة آدمية، وده المهم. هذا المركز يعتبر هو واحد من نقول النماذج المشرفة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات العقابية. الموضوع أيضا بيتم توفير كل الخدمات بالنسبة للنزلاء. قابلنا النزلاء، قابلنا أهالي النزلاء، دخلنا في الزيارة بتاعتهم، دخلنا شفناهم، الحقيقة ماشية كل حاجة بسيستم واضح جدا، لا حاجة فعلا تدعو للفخر. هكذا تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق أعلى وأرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في منظومتها العقابية الحديثة المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي جاء إنشاؤها ترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للنزلاء وذويهم وكذا المفرج عنهم.